الاسم حمادة ياسين حسين، أخصائي حاسب آلي في كلية الآداب جامعة بني سويف، شغال من حوالي سنة في كلية الآداب. طبعا بفضل الله ثم لدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، فأنا بشكره كتير جدا جدا. وطبعا الموهبة دي عندي من زمان ولازم أتحدى كل الناس، وده اللي حصل فعلا. الموهبة اللي عندي إن أنا بصلح أجهزة كمبيوتر ولابتوب، بفك الكمبيوتر واللاب بفكهم حته حته بفضل الله. بعمل اي نسخه ويندوز لوحدي، بعمل سوفت وير للتليفون، بسطب برامج نطق لزمايلي على التليفون وعلى الكمبيوتر برضو. الفضل لله ثم لاختي الصغيره والجدتي، طبعا هي اللي كانت تعبت في تربيتي، وطبعا الفضل لله لاهلي امي وابويا. وعايز اقول لكل كفيف اسعى على قد ما تقدر وما تخليش حاجه توقفك. وعايز اقول لكل واحد مبصر، كل انسان عادي، ما تخليش الكفيف بالنسبه لك يبقى حاجه قليله. الكفيف بيعمل اللي غيره ما يقدرش يعمله بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا بوجه رساله شكر لدكتور جوده عميد كليه الاداب وكل القائمين على العمل في المكتب. فك الاجهزه كسبتها من لما كان الجهاز بتاعي كان بيبوظ، فكنت لازم ان انا اسعى، فدورت على الانترنت ان انا اتعلم سوفت وير، ودورت مثلا سالت زمايلي، جمعت معلومات على قد ما اقدر من كذا مكان. طبعا انا مش بنسب حاجه ليا، كله ممارسه ثم اسئله الناس، فما بنسبش اي حاجه ليا نهائي.